بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في تمارين مبرهنة طاليس، ونعتبر الشكل التالي بحيث AB يوازي CD. إذا لدينا هنا مثلث صغير MBA وMCD، بحيث المستقيم AB يوازي المستقيم CD. AB تساوي 3، مسافة AB تساوي 3، و MC 5، MD 8، و CD تساوي 10. السؤال الأول، احسب المسافة MA. إذن لنحسب المسافة MA، إذن لدينا في الشكل مستقيم AB يوازي CD، والنقط M C B في نفس ترتيب M A D حسب مبرهنة طاليس المباشرة، فإن متفاوتة M A على M D. إذن M A على M D قلنا 3 متساوية، MA على MD تساوي MB على MC على MC. بالنسبة المتساوية الثالثة تساوي AB، لاحظوا النقطة المتكررة هي M M M M. إذا نأخذ النقطة AB تساوي AB على DC على DC. إذن MA على MD تساوي MB على MC تساوي AB على DC. إذا عوضنا المسافات MD و MC و AB بالقيمة ديالها، نحصل MA على MD، MD تساوي 8، تساوي MB مسافة مجهولة، و MC تساوي 5، يساوي AB المسافة AB 3 على المسافة DC أو CD اللي هي 10. إذن السؤال الأول نريد أن نحسب المسافة MA. MA إذن نأخذ هذه المتفاوتة أو عفوا المتساوية، لدينا MA على 8 تساوي 3 على 10. إذن يكفي حل هذه المعادلة، المجهول ديالها هو MA. إذن نجد أن MA تساوي 3 على 10 في 8، قلنا القسمة تصبح الضرب، 8 مشات للطرف الآخر. إذن تصبح لدينا المتساوية MA تساوي 3 على 10 في 8، 8 في 3 24، 24 مقسومة على 10 يساوي 2.4. إذن بالنسبة المسافة MA تساوي 2.4. نريد الآن حساب المسافة MB. المسافة MB إذن سنأخذ في هذه المرة المتساوية التالية. إذن لدينا MB على 5، أو نبدأ من الأول، MB على MC تساوي AB على DC، ونعود المسافات. إذن نحصل MB MC هي 5 على 5 تساوي AB على DC اللي هي 3 على 10، وبالتالي فالمسافة MB تساوي 5 تمشي للطرف الآخر، القسمة تصبح الضرب. إذن تساوي 3 على 10 في 5، 5 في 3 15، 15 على 10 هي 3 1.5. إذن MB تساوي 3 في 5 15 مقسومة على 10، MB نجد 1.5. إذن السؤال الأول حسبنا MA و MB، المسافة MB تساوي 1.5.
5.5. نمر الآن إلى السؤال الثاني. إذن لاحظوا أنه استعملنا مبرهنة طاليس المباشرة. دائما لحساب المسافات نحسب نستعمل مبرهنة طاليس المباشرة. الآن السؤال الثاني يخص مبرهنة طاليس العكسية. E نقطة من القطعة M D. E نقطة من القطعة M D بحيث DE تساوي 6.4. DE تساوي 6.4. و F نقطة من DC. F نقطة من القطعة DC بحيث DF تساوي 8. DF تساوي 8. ألف أحسب وقارن DF على DC. إذن لنحسب النسبة DF على DC نعود DF بالمسافة ديالها هي 8 مقسومة على DC أو CD. المسافة CD فهي المسافة DC لأن المسافة دائما موجبة. إذن 8 8 وخا قلبنا الحروف. إذن مسافة DC أو لا CD تساوي 10. إذن 8 مقسومة على 10 نحصل على 0.8. بالنسبة للنسبة الثانية DE على DM تساوي DE هي 6.4 مقسومة على DM والمسافة DM أو MD تساوي لدينا في المعطيات تساوي 8 و 6.4 مقسومة على 8 نجد 0.8. إذن السؤال الأول أحسب حسبنا النسب ثم قارن سنقارن. لاحظوا أن DF على DC تساوي 0.8 والDE على DM تساوي كذلك 0.8. إذن نجد أن المسافة DF على DC تساوي DE على المسافة DM. ثم بالنسبة للسؤال الثاني استنتج أن المستقيم BC يوازي EF. استنتج أن المستقيم BC فين هو المستقيم BC؟ هو هذا مستقيم BC يوازي ماذا؟ يوازي المستقيم EF. نحاول نستعمل الآن مبرهنة طاليس العكسية. لدينا حسب السؤال الأول وجدنا أن النسبة متساوية. لدينا DE أو DF خليها E أحسن. DE على DM تساوي DF على DC تساوي DF على DC. إذن لاحظوا أنه نأخذ المثلث DCM. DCM لدينا DE على DM مسافة DE على DM. DE على DM تساوي DF على DC. DF على DC. إذن ما هو الشرط الثاني أصدقائي؟ الشرط هو النقط. يجب ذكر أن النقط مستقيمية والنقط المستقيمية النقط المستقيمية D F C D و F و C D و F و C توجد في نفس ترتيب النقط المستقيمية D E M. إذن D F C في نفس ترتيب D E M D و E و M. إذن ماذا نستنتج حسب مبرهنة طاليس العكسية؟ حسب مبرهنة طاليس العكسية فإن المستقيم EF أو FE يوازي ماذا؟ المستقيم CM. إذن حسب مبرهنة طاليس المباشرة فإن المستقيم EF يوازي المستقيم CM أو MC. C
سي ام. لاحظوا ان اصدقائي ان المستقيم سي ام، مستقيم سي ام هو نفسه المستقيم بي سي. اذا مستقيم سي ام هو نفسه المستقيم بي سي. اذا كنعوض سي ام بالمستقيم بي سي. اذا المستقيم او اف يوازي، قلنا سي ام هو المستقيم بي سي، وهذا اللي عطونا في السؤال. بي سي يوازي او اف او او اف يوازي بي سي. اذا او اف يوازي بي سي. للتذكير مره اخرى، بالنسبه لمبرهنه الطاليس المباشره دائما كيعطيونا، كنطلقوا من التوازي، كيعطيونا مستقيمين متوازيين ا بي يوازي سي دي. اذا المباشره كتعطينا المتفاوته، ا ام مثلا على ا بي تساوي ا ان على ا سي تساوي ام ان على بي سي. المباشره كيعطيونا التوازي، ثم كيقول لك احسب المسافه، شي مسافه من هادو. بالنسبه للعكسيه فكيعطيونا كنلقاو نسبه متساويه وبين. اذا كنطلقوا من نسبه ثم نبين ان المستقيمين متوازيين.